هاد الظروف الحاليه ديال هاد الخروج التدريجي من الحجر، كنبغي نوصل الميساج للناس بانه حاليا المعدات باش كنشتغلوا كلها معقمه. المسافه القانونيه، المسافه الاحترازيه اللي كتنص عليها وزاره الصحه كنطبقوها كما لاحظتوا في الروبورتاج. وسائل التعقيم توفره، قياس الحراره كاين عند الطبيب، قياس الحراره عند الطبيب، وكاين انتقاء ديال المتبرعين اللي ما يمكن لهمش يتبرعوا بالدم، اللي كتكون عنده شي مانع بانه ذاك الدم ديالو ما غيكونش صالح باش يمشي لواحد المريض اخر. كنحاولوا ما امكن باش نديروا واحد الانتقاء في دوك المتبرعين باش يكونوا المتبرعين اللي يمكن عندنا واحد النسبه ديال سلامه ديال الدم ديالهم، باش نوفروا واحد الكيس امن لهذاك المتلقي المريض اللي غادي ياخذ ذاك الكيس ديال الدم. من بعد الاجراء ديال التحاليل والكواشف اللي كنديروا كاملين على التحاليل ديال على ذاك الكيس اللي كيتبرع به ذاك المتبرع. الرساله اللي كنبغي نوصل لهم، الانسان منين يبغي ينوي باش يمشي يتبرع بالدم خصو يشوف هذاك المريض اللي محتاج لذاك الكيس ديال الدم، حيت خص واحد التضحيه. اولا واحد التضحيه بشويه ديال الوقت. شنو هو كلمه تبرع؟ شنو هي تبرع؟ انه بنادم غيمشي يتبرع بواحد الحاجه، الا بغى يتبرع بواحد الحاجه خصو يواكب معاها واحد الصفه ديال شويه ديال الصبر، شويه ديال المساعده ما بيناتنا، حيت كاين بعض النوبات شي حالات مستعجله خصها تدوز مباشره دغيا. الا كان شويه ديال الانتظار الناس ما يواخذوناش على ذاك الانتظار، يساعدونا حتى تمر هاد الظروف كامله ان شاء الله، حيت المعدات والطاقم اللي عندنا اللي كيشتغل محدود بهاد الظروف الاحترازيه اللي فرضها علينا المنظومه كامله. يعني ما يمكنش لينا نشتغلوا بشي وتيره اكثر من هاد الشيء. كنشتغلوا بوتيره الا بغيت نقول لك محدده، على اساس باش تكون ديك المسافه ديال الامان محترمه وشروط السلامه تكون كلها متوفره. انا ديما كنجي نتبرع بالدم، ماشي دي اول مره، يعني مره كنجي، يعني كنشوف ان هذا واجب على كل مواطن كيتمتع بصحه جيده وما عنده حتى شي مرض، يعني يجي يتبرع بهذه الماده الحيويه، خصوصا في الظرفيه ان كاين واحد النقص حاد في هذه الماده. يعني فاش كتعطي الدم راه كتعتق واحد الحياه ديال الشخص اللي هو يقدر يكون مصاب، عنده حادث سير، مرض، يقدر يكون واحد من افراد الاسره، حتى مره حتى تقدر تحط في هذا الموقف حتى تكون مريض. يعني هذا واجب وطني. قال لك راه بقى شي ثلاث ايام ديال المخزون ديال الدم في المغرب، وصافي جاتني الفكره ندير نتبرع. الوقايه كامله كاين، بنادم يدير ليزانفيكتون ديالو، البافيت ديالو، راه كل شيء يدوز بخير وخير الحمد لله. هادشي اللي كاين، عاونوا خوتكم المسلمين اللي مراض مساكن وحسوا بهم شويه، ودير حتى بلاصتك في بلاصه هذاك المريض اللي خاصو الدم وما يلقاش.